هدوء عجيب وصمت مخيم على انتهاكات متكررة لا حصر لها بالفترة الأخيرة. لا صوت عربيا ولا أعجميا ينادي بحرمة المسجد الأقصى أو يحفظ للمقدسيين حقا هو ليس لهم وحدهم، لكنهم الوحيدون الذين أبوا إلا أن يحفظوه لغيرهم. المسجد الأقصى والذي انطلقت انتفاضة عارمة باسمه لمجرد ولوج رئيس الوزراء السابق أرائيل شارون لساحات المسجد، أصبحت قطعان المستوطنين تستبيحه ليل نهار ودون أي رادع سوى صدور المرابطين العارية. أصوات بحت وهي تنادي العرب والمسلمين، وما أشد بأس المنادى عليهم يكتفون ببيانات شجب واستنكار، ولو رأى العدو منهم موقفا لما تجرأ على انتهاكات لا تعد ولا تحصى. منعونا بتاتا، عم بخبطوا علينا قنابل، انا واقفه ما بعرف خبط ما بعرف منين اجتني الهواه، عم بخبطوا قنابل. نستغيث في الامه الاسلاميه، في المسلمين، نستغيث في الجميع يجي يتواجد في المسجد الاقصى. المقدسيون دافعوا بما يملكون من نعم الله عليهم عن المسجد الاقصى باجسادهم الخاويه، يستقبلون القنابل والرصاص المطاطي والحي في بعض الأحيان، والهتاف فليعد للأقصى مجده أو ترق منا الدماء. جمعيات صهيونية متطرفة تدعو لاقتحام المسجد بكل وقت، ومنع الشرطة الصهيونية لبعض الانتهاكات كان سببه الحفاظ على حياة المستوطنين والذين يجاهرون بحقدهم على العرب والمسلمين. الشرطة الصهيونية لم تفرق بين النساء والرجال والشيوخ والطلاب، اعتدت على الجميع ولا رقيب عليها أو حسيب. الهدوء يعود بمجرد عودتنا للحديث عن المواقف الدولية الرسمية، وكأن لا شعبا محروم من كل حقوق التعليم والصحة والسكن، بل وأبسط ما يعطى لأي إنسان على وجه الأرض، يقتل ويضرب بأقدس بقاع فلسطين. وكأن لا قدسا هتك عرضها من قبل من لا يرعى في الله وعبيده إلا ولا ذمة. الطبيعي أصبح الصمت ولا شيء سوى الصمت. مصعب الأشقر، قناة اليرموك.